طريقة إنشاء شخصية افتراضية تتحدث موقع واحد وبشكل مجاني. أهلا بكم على قناة أزاي الثقافية. في هذا الفيديو سنتعلم طريقة عمل شخصية واقعية تتحدث باستخدام موقع واحد فقط أو موقعين وبشكل مجاني تماما. نذهب إلى الاستوديو الإبداعي بأيديكم، نقوم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني، وهذه هي النافذة الرئيسية للموقع. من هنا ندخل إلى إنشاء. بالإمكان استخدام إحدى الصور التي يوفرها الموقع، أو يمكنك تحميل أي صورة من حاسوبك. نذهب إلى يمين الشاشة. بعد اختيار الصورة، وهنا نكتب النص ونختار اللغة ونضبط إعدادات الصوت. أو بالإمكان تحميل أي ملف صوتي من الحاسوب. ثم نضغط هنا على إنشاء. بعد أقل من دقيقة تجد الفيديو جاهزاً، بإمكانك مشاهدته والاستماع إليه قبل تحميله. بإمكانك إزالة الخلفية بسهولة، وفي أقل من دقيقة تجدون في صندوق الوصف حلقات قصيرة لي عن إزالة الخلفية. يجب الانتباه إلى أن هذه المواقع تمنحك فترة تجريبية. لو أعجبك الموقع بإمكانك الاشتراك في الخطط المدفوعة، أو بإمكانك تسجيل الدخول باستخدام بريد إلكتروني جديد. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.